السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبقى في حول ليزانتيغرال، هذه المرة صوم دو ريمان، تمرين طرح بجامعة الجي ان تيست سنة 2022، يعني مصدره من الجامعة جوزيف الخامس الذي وضعه النت. هذه الأسئلة تتكرر كثيرا في التيست والامتحانات. قال احسب لصوم تاع ك مربع على 8 ك أس زائد أس ثلاثة، وهنا سنتطرق حول الصوم دو ريمان. إذا فقط للتذكير، هنالك قاعدة مهمة تحفظ، يعني هذه المهمة التي تحفظ من أجل حل هذا التمرين. يعني إذا كان الشخص لم يحفظ هذه القاعدة فيمكن أن يجد صعوبة في حل هذا المثال. إذا متى نطبق هذا الصوم دوريمان؟ هنا يجب أن تكون لدينا F في سيجمون، يعني من A إلى B إلى غاية R، هذه تكون كونتيني. حسب ريمان ماذا نقول؟ نقول أن لا ليميت لما أن يؤزين B ناقص A على N، لا صوم K الواحد الآن F A زائد K B ناقص A على N، هذا ماذا سيساوي تكامل من A ل B F دو تي دي تي. معناه نحاول هنا في التمرين، نحاول كتابة يعني هذه العبارة مثل هذا الشكل. هذا قلنا يجب أن تحفظ. إذا سنقوم بعرض الحل كالعادة وفهمه مع بعض. أولا هذه العبارة يمكن كتابتها بهذا الشكل. إذا كتبناها بهذا الشكل بدأت الأمور تتضح، بدأت f دو تي تتضح. إذا حسب مثال f دو تي هي ماذا؟ f دو تي هي x أس 3 على 8 x أس 3 x أس 2 زائد 1، واضح هذا الأمر. مع ماذا؟ مع المجال. ما هو المجال؟ هو صفر واحد. لماذا؟ لأن B ناقص A يساوي واحد، حتما أن B سيكون واحد و A صفر. وهنا ماذا لدينا؟ مادام B واحد و A صفر فإن A يبقى صفر. معنى ماذا يتبقى لنا؟ يتبقى لنا هنا B على K على جذر N، لكن هنا ماذا لدينا؟ K مربع على N مربع. نعم، لماذا؟ هنا ستكون صفر وهنا يبقى صفر. معنى ماذا يتبقى لنا؟ يتبقى لنا f لك على n، معناه f لك على n. إذا ما هي الدالة التي نعوضها بk على n تعطينا هذه العبارة؟ واضح الأمر، هي الدالة ماذا؟ هي x مربع على 8 x أس 3 زائد 1، واضح هذا الأمر، 1 على n. إذا هذه كونتيني، دونك انتجرابل من الصفر إلى الواحد قابل للتكامل. معنى حسب الصوم دو ريمان ستكتب بهذه العبارة، وبعد ذلك هذا التكامل بسيط، سنجده ألان 8 إكس 3 زائد 1. بما أنه من الصفر إلى واحد فإننا ننزع القيمة المطلقة ويساوي 1 على 12 ألان 3. فقط الشيء المهم في هذا التكامل هو هذه الخطوة، يعني هذه العبارة يجب أن تحفظ. إذا شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.